عندي فتحين والهال طبعا اللي بميز لك ليش الهال. خلونا نجمع نحطه في البراد نص ساعة تبرد، لازم هيك تتشكل معنا بالقالب منيح. هذا الخليط بيعطي الكليجة اللون المميز. وهيك هو تصميم بعد ما نجرب. بتنيها تكون هيك عم تردد أطيب. لنعمر الكليجة بنحتاج طحين فرخة أو سميد ناعم كتير، أو ممكن الكمية كلها نستخدمها طحين، مجموعة بهارات هلا بنحكي عنها، زيت نباتي، قطر، بيكنج باودر، سمنة. السمنة هاي عملناها من الزبدة، راح أحطلكن الرابط الفيديو بصندوق الوصف تحت. وعندي هاي القطر، كوب سكر مع نص كوب ماء، نعملهم قطر ونخليهم يبردوا تماما قبل ما نستخدمهم. ومجموعة البهارات عندي هون سمسم، حبة فركة، ينسون، قرفة، شمرة، محلب، وهال، رمفل، زنجبيل، جوزة الطيب، وشوية ملح. أول شي رح نجيب وعاء الخفق بمضرب التقليب أو بإيدنا كمان فينا نسويها. رح نضيف طحين بسميد ورح نضيف مجموعة البهارات كلياتها. عندي سمسم، حبة البركة، ينسون، شفة. طبعا يفضل انه نطحنهم تازة، نطحنتهم هلا مباشرة قبل ما اعمل الوصفة. ممكن نستعمل مطحونين بس اذا كان تازة النكهة بتعطي اكتر. الشمرة ضفناها، المحلب والهال طبعا اللي بميز الكليجة الهال، شوية قرنفل، زنجبيل، وشوية جوزة الطيب والملح. هلا رح نقلبهم. على سرعة بطيئة تمام. هيك هلا هضيف الزيت وضيف السمنة كمان. السمنة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. أول شي رح يكون عنا القوام هيك مثل الرمل تقريبا، منضل عم نحرك كمان شوي عم نقلبهم.
تمام هيك. هلا خلعت عندي الطحين والسميد مع الزيت والسمنه، رح نخليه هلا يرتاح نص ساعه لحتى نخلي حبات السميد والطحين كلها تشرب السمنه، وبعدها بنكمل. اذا كنا عم نعمله بايدنا بنحرك بروس لصابع نخلطه، بنحاول ابدا ما نعجه حتى تضل عنا التلاجة عم تقرش والعجينة ما تمط تصير قاسية. نغطيها خليها ترتاح نص ساعة وبعدها بنكمل. المرحلة الثانية انه حنضيف البيكنج باودر والقطر. هلا هيك بعد ما ارتاحت رح نضيف معلقتين صغار بيكنج باودر نحركها شوي، بعدين نضيف القطر شوي شوي. ممكن ما ياخد كل الكمية من القطر بحسب نوع السميد والطحين اللي مستخدمينه، لهيك رح نضيف شوي شوي مع التقليب على سرعة هادية. هلا هيك بس تبلش تلم العجينة حالها تقريبا بتكون اكتفت من السوائل، لهيك نضيف القطر شوي شوي. نستح شوي بدها شوي تلمسوها هيك شوي تحسوها ناشفة لسه، بس تلم حالها تمام معناتها تكون اكتفت من السوائل. نكمل ونضيف القطر كمان شوي شوي. هلا هيك تمام لميت حالها كلياتها، تمام صارت عجينة ناعمة كتير. هلا رح نجمعها خليها تبرد. انا قعدت عندي كوب قطر كامل بحسب نوع الطحين عم نستخدمه. خلونا نضيف شوي شوي القطر ونقلب حتى نحصل على هذا القوام. خلونا نجمع نحطها في البراد نص ساعة تبرد، لازم تكون بيضة العجينة تتماسك فيها السمنة لحتى يسهل تشكيلها بالقوالب، أو حتى إذا بدنا نمدها كمان لازم تكون متماسكة وبردة. العجينة كتير ناعمة وطرية، نغطيها ونحطها بالبراد. تاخد معي تقريبا من نص ساعة لساعة، بس تبرد منيح منطلعها. وهلا هيك بعد ما ريحناها بالبراد وبردت رح اخذ تقريبا نصها ادعكها واشتغل فيها وخلي الباقي بالبراد. كل ما كانت العجينة باردة ومرتاحة بتساعدنا بالتشكيل بالقالب، لانه اذا كانت السمنة فيها مو متماسكة رح تلزق بقوالب التشكيل او حتى وقت المدة. بالنسبة لقوالب التشكيل عندي هدول مجموعة، رح استخدم انا الحجم الكبير منه، الحجم الصغير بالعادة بستخدمه للمعمول والحجم الاكبر بستخدمه للكليجة. طبعا الكليجة التقليدية فينا بس نمدها ونقطعها على شكل مثلثات او مربعات، وبالسكين او بشوكة او باي شيء نحن دوائر صغيرة مثلا بنعمل لها شكل للوش، بس انا بحب استخدم هاي القوالب معه. اللي ما عنده هاي القوالب ممكن كمان اذا هذا عنده من هدول القوالب الحجم هذا ممكن كمان يزبط ظريف، او حتى كمان قوالب الخشب، بس انا بفضل استخدم هدول، هدول كتير سهلين استخدامهم. خليني بس ادعكها شوي
هلا العجينه بنمرحها بالماء قبل ما نريحها. وقت كنا عم نضيف القطر، اذا ضفنا القطر وخلصنا الكوب القطر ولسه حاسينها متفتفته شوي، لازم تضل متماسكه، لازم تطلع طريه ومتماسكه مثل ما شفنا بالفيديو. فانا احيانا اذا احتجت كمان شويه سوائل بضيف ربع كوب حليب فوق كوب القطر. هالمره ما احتجت، بس حسب نوع الطحين احيانا بحتاج فبضيف ربع كوب حليب. بس ادعك شوي الينا وبلش استخدمه. بدي اطري شوي العجينه بس بنفس الوقت بدي احافظ على برودتها مشان تتشكل معي بالقوالب، تاخذ شكل قالب ما تلزق على القالب. بس لازم شوي نطريها. نضيف الميزان ممكن بين 50 و60 حسب السمك اللي بتحبوه، بس تقريبا على 60 جرام تطلع سمكة ظريفة. تمام هيك. شكل على شكل كرة، ما نلسن نحاول ابدا ما يكون فيها تشققات. العجينة اذا كانت ناشفة ما اخذت السوائل الصح رح تتشقق، وإذا كان سوائلها كتير رح تقسى، فننتبه. كيف؟ هيك تشكل معنا بالقالب منيح. نجرب، خلونا نجرب. ناخد هذا القالب مثلا، تمام هيك. طبعا انا شغلت فرن يحمى 10 دقائق وربع ساعة على 180، اما نحط لك ليش نشكله. ناخذ مثلا هذا هاي الكمية نص العجين. هلا تمام هيك، رح ندهن الوش ونفوتها على الفرن. لدهن الوش رح استخدم صفار بيضة مع معلقتين حليب مع معلقة صغيرة نسكافيه. هضيف شوية حليب والمعلقتين، هضيف نص معلقة صغيرة نسكافيه تعطيه اللون الحلو. هنركن منيح. تمام شوي شوي مشان الرسمة. هذا الخليط بيعطي الكليجة اللون المميز. تمام هيك رح ندخلها على الفرن وكمل باقي العجينة. حلو. صح.
شو شو عم تلاشى يكون كتير حلو؟ كتير 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 حلو. يلا ضغط. سانتا. واو. برافو يا ريهان. تمام، هي خلصنا الصينية الثانية، رح نتفوت الفرن ونطلع الصينية الأولى. وهي هيك أول صينية طلعت من الفرن، أخذت معي تقريبا 15 دقيقة. بهي السمكة وهي الحجم، حجم منيح، يعني فينا نقول بين 12 ل 18 20 دقيقة بحسب الفرن وحسب حجم الحبة. هلا رح نخليها تبرد قبل ما تطلع الصينية الثانية ونقدمها. شايفين كيف من ورا حطيت اللون الحلو، وهذا الوجه اللي دهناه اعطاها اللون الحلو المميز للثلاجة. وهي الصينية الثانية، ريحة الثلاجة كتير طيبة. هاي هيك طريقة لف بسيطة إذا بنقدمها كهدية. هنا هيك نحط ستيكرز، ندير دول كمان مش تمبل. بجيكم شلون قوام، اللي بيحب شوي يعمل سمكته أقل، طبعا ما نعمل كتير سميكة مطيب، فممكن يستخدم حوالي 50 جرام بدل 60 جرام بالقالب هذا اللي استخدمته، بس لحد 60 كمان منيحة، بس مو أكتر من هيك عشان ما تطلع سميكة. بدنا إياها تكون هيك عم تفتت.